مع الفريق الشبابي، يلعبها الان لمن؟ لتيغالي جول، لتيغالي جول في فلافيو، والان في تيغالي، في تيغالي نفس السيناريو، كيبو كوبي بيست من الهدف الماضي لتاريخ كبير لليث مع مارسيلو كاماتشو. عاد الكبير، عاد المهندس بنفس الطريقة سجلها فلافيو في الماضي، والآن سباستيان تيغالي يكمل بالثاني ويفتح شريط الأهداف اللي ممكن يكون طويل، طويل مع الشباب، طويل مع الشباب. رأسية جميلة جدا في زاوية صعبة، صعبة يا تيسير، صعبة يا تيسير. وميشيل برودون فعلا المبدع، مبدع، يصير عمره 35 40، هذه اللمسة تنشر بمليون، هذه الصناعة تنشر بمليون من اللاعب اللي يلعب لك كرة بهذه الطريقة. فعلا ننتظر الكثيرين من المحترفين، يحول لك كرة ولاعب يختار الوقت السليم ويأتي الهدف.